لذلك أيها الأحبة في الله، حقيق لكل مؤمن بالله أن يعرف قيمة هذه الحياة، وأن يعلم أن الله تبارك وتعالى لم ينعم عليه بهذه الساعات واللحظات عبثا، ولم يمتعه بهذا الوجود سدى. ما خلقك الله إلا لأمر عظيم وخطب جليل كريم، لكي تتعطر الحياة بطاعة مولاك، لكي تتعطر الحياة بمحبة من أحياك، لكي تطيب الحياة بالقرب من الله في السعي في كل ما يرضي الله. لذلك فإن من أجل نعم الله جل وعلا على العبد أن يلهمه اغتنام هذه الحياة، أن يلهمه اغتنام الساعات واللحظات في تقربه إلى الله فاطر الأرض والسماوات. إنها الغنيمة الباردة والتجارة الرابحة التي يمسي الإنسان ويصبح فيها وهو قريب من الله. فكم من أيام قربت القلوب إلى ربها، وكم من ليال شوقت القلوب إلى خالقها. إنها الغنيمة الباردة والتجارة الرابحة، حينما يغنم الإنسان الساعات واللحظات فلا تمضي عليه ساعة من يومه ولا ساعة من ليله إلا وهو في ذكر أو شكر. ولقد أنزل الله جل وعلا كتابه المبين، وبعث رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم لكي يحيي في القلوب، هذا الأمر الجليل، لكي يتحرك الناس إلى عبادة الله رب الجنة والناس، لكي يكون ليل الإنسان ونهاره مطية له إلى طاعة الله ومرضات الله. ألا وإن الله جل ألا وإن من أعظم ما يوفق الإنسان له لاغتنام هذه الحياة ذكر الله جل وعلا، ذكر الله الذي سبق به المفردون. فقد خرج صلى الله عليه وسلم في سفره فقال لأصحابه: سيروا هذا جندان سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. من أحيى الله قلبه بذكره وشكره وشوقه إلى جنانه ورحمته فقد غنم هذه الحياة. ولذلك حقيق بنا أن نتفكر في هذه النعمة العظيمة والمنة الجليلة الكريمة التي أحياها رسول الأمة صلوات الله وسلامه عليه، حينما فتح لأمته أبواب الطاعات وشحذ هممهم إلى اغتنام الخيرات. فقال صلوات الله فقال سبحانه وتعالى فيما أوحى إليه: فاستبقوا الخيرات. وقال جل وعلا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. سوق المؤمنين إلى طاعته لعلمه جل وعلا أن لا سبيل إلى جنته إلا باغتنام هذه الحياة بسلوك طريق محبته. إنها التجارة الرابحة، حينما يكثر الإنسان من ذكر الله جل وعلا، حينما يعمل بوصية الله في كتابه، حيث يقول جل وعلا لأحبابه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ألم تعلم أنك إن ذكرته ذكرك، ولئن ذكرته في نفسك ذكره ذكرك في نفسك، ولئن ذكرته بين الناس ذكرك الله جل وعلا بين من هم خير من الناس الذين ذكرته بينهم. ذكر الله الذي تدرك به من سبقك وتفوت به من بعدك. ألا وإن من أعظم ذكر الله عمارة الأوقات بالصلاة، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحفوا
واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فما فيا من تريد اغتنام الحياة، يا من تريدها حياة طيبة يطيب ليلها ونهارها، يطيب صباحها ومساؤها، أكثر من الصلاة فإنها صلة بين العبد ومولاه، أكثر من الصلاة فإنها يستجر بها العبد محبة مولاه، أكثر من الصلاة فإن الله جل وعلا يقول فيما صح في الحديث عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي عليها، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الصلاة نور، نور في الحياة ونور بعد الوفاة، نور في الحياة. ولذلك نور الله وجوه المصلين، وقال الله في كتابه المبين عن أصحاب رسوله الأمين فيما هم في وجوههم من أثر السجود، قال بعض العلماء: فيما هم في وجوههم من أثر السجود كانوا يحيون الليل بالعبادة، فإذا أصبحوا أشرقت وجوههم من نور الصلاة في جوف الليل. ألا وإن الصلاة رحمة من الله جل وعلا.